الان هاي بمسكها وصلت دكتور الا هيبة. لما يجي اخصائي او اخصائيه تحكي بهذا الموضوع. صباح الخير. صباح تفضلي. اهلا وسهلا. تفضلي دكتوره هبه. نحن كنا نسمع لا تفضلي هنيك قصه تكيس المبايض بفترات متباعده، يعني وين لنسمع سيره انه والله للاسف حدا من قريبنا ولا واحد بنعرفها صار عندها المشكله هي، ولكن اليوم نحن باعمار صغيره ب يعني نساء اصيبوا بهذا المرض. خلينا نتكلم عن اول شيء العوامل اللي ادت لوجود هذا المرض بكثره. تمام. الاول صباح الخير عليكم. صباح. بالنسبه لمرض تكيس المبايض، هو احنا اكتر بنسميه متلازمه تكيس المبايض مش مرض تكيس المبايض. نعم. وهنشرح ليه دلوقتي. يعني هو فعلا انتشر في الفتره الاخيره بشكل كبير، يعني في 10% من السيدات عندهم تكيس مبايض، وموجود فعلا في مراحل عمريه مختلفه، يعني ممكن نلاقيه عند سيده او عند فتاه غير متزوجه. تكيس المبايض بنلاقيه عند 10% من السيدات، والسبب الاساسي لتكيس المبايض او تعريف تكيس المبايض هو وجود خلل هرموني بيبقى فيه عدم توازن ما بين الهرمونات الذكريه والهرمونات الانثويه، فبيبقى فيه زياده دايما في نسبه هرمون التستوستيرون او الاندروجين اللي هو هرمون الذكوره. طب هل هو هرمون الاندروجين او التستوستيرون موجود طبيعي عند السيدات؟ ايوه، هو فعلا بيبقى موجود عند بشكل طبيعي عند السيدات، بيبقى لي طريقه عمل معينه، لكن لو زاد نسبه هرمون التستوستيرون عن حد معين بيبتدي يعمل مشاكل ويعمل اعراض تكيس المبايض. طيب ايه هي الاعراض اللي بيعملها؟ بيعمل عدم اباضه او عدم تبويض او ضعف في التبويض عند السيده، وتبتدي عندها تظهر الاعراض اللي بتشتكي منها. فبالتالي تكيس المبايض هو في الاساس مرض هرموني وليس تكيس في المبيض، يعني نعم بالاصطلاح يعني بالضبط. نعم. طيب فكرتك بدك تسال. أيوة. انا على راس ثاني السؤال. بدي اسالك ليش صار متداول كثير عند الصبايا الصغار؟ يعني هلا بتلاقي مثلا بعمر 16 17 عندها عم تعاني من هاي المشكله، شو السبب؟ هو تكيس المبايض في عامل وراثي او عامل جيني، فبنلاقي دايما حتى احيانا بتيجي سيده مثلا ومعاها بنتها بتشتكي من اعراض تكيس المبايض اللي هنشرحها دلوقتي، بتبقى الام عارفه او شاكه ان بنتها ممكن يبقى عندها تكيس مبايض لان هي كانت بتعاني من هذه المشكله فيما قبل او في حد من العيله، يعني ومش بس الاقارب من الدرجه الاولى، يعني ممكن حتى اقارب من الدرجه البعيده بيبقى عندهم تكيس المبايض. فالعامل الوراثي مهم. تاني حاجه انتشر اكتر نتيجه لزياده الوزن او زياده السمنه. تكيس المبايض مرتبط جدا بزياده الوزن وبزياده مقاومه الجسم للانسولين. بنلاقي ان في لما بيزيد الوزن الجسم بيزود عنده مقاومه الخلايا للانسولين او بيتقل تحسسها للانسولين، فبيبتدي يفرز هرمون الانسولين بشكل كبير. هرمون الانسولين بيفرز من البنكرياس، فبيبتدي يظهر بشكل كبير، وهرمون الانسولين انابوليك هرمون، فبيؤدي الى زياده السمنه او زياده الوزن، وزياده الوزن تؤدي الى زياده هرمون الانسولين، فبتدخل في سايكل مغلقه. فزي ما قلنا هو يعني لو شفنا ان تكيس المبايض هو عباره عن سايكل او دايره من خلل في الهرمونات، سواء في الغده النخاميه، في المبيض، الغده الفوقكلويه، وكمان مقاومه الانسولين. طب دكتوري هبه، شو هي الاعراض اللي ممكن تبلش تظهر على الصبيه وتعرف انه ممكن هي يكون عندها متلازمه تكيس المبايض وتروح على الطبيب لتكشف؟ تمام. هو تكيس المبايض ليه اعراض كتير، ومش لازم كل الاعراض تبقى موجوده عند السيده او عند الفتاه، يعني بتختلف وليها درجات متفاوته، ولكن اكثر عرض بنشوفه او بتيجي السيده بتشتكي منه هو عدم انتظام الدوره الشهريه. طيب يعني ايه عدم انتظام الدوره الشهريه؟ الاول بس نعرف يعني ايه دوره منتظمه، لان بيحصل برضو خلط عند بعض الفتيات او السيدات بيبقوا مش متفهمين النقطه دي قوي. هي الدوره المنتظمه هي عباره عن ان الدوره بنحسبها من بدايه من اول يوم في الطمس لبدايه اليوم طمس في الشهر اللي بعده، بتبقى ليها رينج معين او مده معينه اللي هي من 21 ل 35 يوم، هي دي الدوره المنتظمه. طب بتيجي تشتكي من عدم انتظام الدوره اللي هو عباره عن ايه؟ تيجي تقول لي يا دكتوره مثلا انا تواريخ ايه؟ تواريخ مثلا التواريخ
احيانا ما هو لان انا عرفت الدوره المنتظمه لان هي زي ما بقول لك السيده مثلا او الفتاه بتيجي تحسبها لي مده الدوره من اخر يوم في الدوره. فمثلا لو هي جت لها اخر يوم في الدوره وجت لها يوم واحد في الشهر وجت لها تاني يوم 21 في الشهر، فبتيجي تقول انا عندي لخبطه في الدوره، الدوره جت لي مرتين في الشهر. في الحقيقه هو طبيعي، مش ابنورمال يعني، لان هي واقعه في الرينج الطبيعي. لكن تكيس المبايض نيجي بقى الاعراض اللي السيده بتشتكي منها هي عدم التزام بالدوره، ان تيجي تقول لي مثلا الدوره بتيجي كل شهرين، كل ثلاثه، احيانا كل ست شهور، واحيانا بتتاخر اكتر من كده. فدي اكتر حاجه او عرض بتشتكي منه اي سيده او فتاه عندها تكيس المبايض. طبعا في اعراض تانية، الاعراض التانية برضو ممكن بتيجي بتشتكي من زياده نمو الشعر. طبعا زياده نمو الشعر في اماكن غير معتاده، وبيبقى واخد الطابع الذكوري، يعني بيبقى شعر كثيف سميك، بيظهر مثلا على منطقه الدقن، على منطقه الصدر، على منطقه البطن، ويعني بيعمل لها طبعا يعني مشاكل نفسيه ومشاكل اجتماعيه نتيجه ظهور الشعر ده. وده طبعا راجع لزياده هرمون الذكوره عندها نتيجه الخلل في الهرمونات اللي احنا قلنا عليه. بيبقى برضو مرتبط معاه تساقط الشعر، زياده حب الشباب، برضو السمنه زي ما قلنا. في سيدات تانية بتيجي تشتكي من تاخر الانجاب. وده ليه علاقه طبعا بضعف التبويض عند السيده وعدم العبوده، فطبعا تاخر الانجاب دي مشكله تانية السيدات كتير بتشتكي منها. طيب دكتوره، هل تكيس المبايض ممكن يوصل لمرحله مثلا تتفاقم الحاله ونوصل للعقم او لتاخر الانجاب بس بطريقه غير منطقيه او بطريقه كتير طويله لفترات كتير طويله؟ لا لا قدر الله، يعني هي مش هتوصل لدرجه العقم. هي الفكره، هو تكيس المبايض فعلا هو مرض مزمن ومحتاج ان احنا نغير في اللايف ستايل بتاع الحياه، ولكن ليه علاج يعني باذن الله. والعلاج بيبقى ليه درجات، بنبتدي بيبقى في تدرجات من حبوب، وبعد كده في ممكن عمليات، وبعد كده ممكن اخر مرحله بنلجا للحقن المجهري او اطفال الانابيب. ولكن بس انا عايزه اطمن السيدات ان هو مش عشان عندي تكيس مبايض معناها ان مفيش تبويض خالص، لا، هي ممكن يجي شهور يبقى عندها تبويض ويجي لها الدوره الشهريه، ولكن في عندها ضعف في الاباضه، يعني ممكن في شهور بيحصل فيها تبويض وشهور لا ما بيحصلش فيها تبويض. فما مش هيوصل يعني ان شاء الله لدرجه العقم، وبنتدرج معاها في الادويه. يعني عايزه اقول كمان يعني احيانا ممكن سيده تيجي بتكون مثلا عندها طفل، انجاب الطفل، وتيجي بعد كده يحصل تاخر في الانجاب 5 سنين او 6 سنين، ولما بتيجي تستشير بنكتشف ان عندها تكيس مبايض، تقولي طب انا ازاي يعني انجبت قبل كده وانا عندي تكيس مبايض؟ فبيبقى غالبا ده ليه علاقه بزياده الوزن عندها، يعني بعد ما السيده بتتزوج وبتنجب بيزيد وزنها الى حد ما، فتبتدي اعراض تكيس المبايض او عدم التبويض تظهر عندها ويعمل عندها ضعف في الاباضه وبالتالي تاخر في الحمل. فهو بيعمل شويه يمكن تاخر في الانجاب او تاخر في الحمل، لكن ما بنوصلش لحالات يعني لا قدر الله العقم يعني. طيب دكتوره، لو تاخر التشخيص، يعني اذا واحده مثلا ما كانت عارفه انه هي مصابه بمتلازمه تكيس المبايض واهملت ذهابها للدكتور وتم تشخيصها، شو اللي ممكن يحدث؟ يعني شو ممكن يصير يترتب منها؟ طبعا لا طبعا في خطر جدا عليها، يعني لما تكون السيده ما بتجيلهاش مثلا الدوره الشهريه لمده 3 شهور او 6 شهور، ده غلط طبعا. اللي هي تسيب الدوره الشهريه بيعمل لها مخاطر ثانيه لا قدر الله فيما بعد، ممكن يبقى مرتبط بسرطان الرحم او شيء. فلازم طبعا ان هي لما بيحصل عندها تاخر في الدوره او ظهور اي من الاعراض اللي احنا قلناها ديت، لازم تلجا الطبيب وتعمل فحص وتبتدي تاخد في الادويه اللي هنقولها في طرق العلاج المختلفه ان شاء الله. طب ما هي كيف طريق العلاج؟ هل بيتم ازالتها جراحيا ام عبر الادويه الفمويه؟ طيب يعني علشان سؤالك موضوع ازالتها جراحيا، هو انا بس عايزه اوضح نقطه قبل ما اقول طرق العلاج، ان في دايما لبس او اختلاط عند السيدات ما بين اكياس المبايض وما بين تكيسات المبايض. لان كتير بييجوا برده يقولوا لي يا دكتوره انا عندي اكياس على المبيض، فما ببتدي اتكلم معاها واخد منها التاريخ المرضي بتاعها بكتشف ان هي تكيسات على المبيض وليست اكياس على المبيض. الاكياس على المبيض دي موضوع تاني، بيبقى في كيس على المبيض مثلا حجمه 3 سم 5 سم او اكتر، بيبقى في منها اشكال او انواع وظيفيه وانواع غير وظيفيه، وليها اعراض وليها طرق علاج تانية خالص. صح؟
مش اخطر، بس هي في منها درجات وفي منها انواع. في حاجات بتبقى طبعا يعني بتبقى حاجات وظيفيه وطبيعيه وبنتعامل معاها بالادويه، واحيانا ما بتحتاجش الادويه، وفي حالات بنلجا ليها للعلاج الجراحي. لكن تكيس المبايض نفسه هو للاسف الاسم نفسه هو اللي بيعمل الخلط او الالتباس دوت عند السيدات. تكيس المبايض هو مش وجود اكياس على المبيض، هو اللي بيحصل هو وجود حويصلات صغيره حجمها لا يتعدى ال10 مللي موجوده على الاطراف الخارجيه للمبيض. حتى لما بنشوفها بالالترا ساوند بيكون لها شكل مميز اللي هو شكل عقد اللولو. بنلاقي كمان ان حجم المبيض نفسه فيه زياده في الحجم والسمك حجم المبيض. ده بيحصل ليه؟ الحويصلات دي موجوده ليه؟ هو المفروض نتيجه ان هرمون التستوستيرون او هرمون الذكوره عالي، لما بتخرج هذه الحويصله كل شهر ما بتعديش على مراحل النمو الطبيعي، ما بتوصلش للحجم الطبيعي اللي هو بنقول عليه 18 ل 22 مللي اللي تخرج منها البويضه عشان يحصل تبويض، بتقف عند حجم معين اللي هو 10 مللي وما بتتطورش التطور الطبيعي، وهكذا كل شهر فتتراكم هذه الحويصلات على اطراف المبيض وبتدي الشكل اللي بنقول عليه تكيس مبايض. فهنا تكيس المبايض هو نتيجه وليس هو السبب الاساسي، يعني هو المرض مش تكيس مبيض فعمل الاعراض اللي احنا قلنا عليها، هو نتيجه للخلل الهرموني اللي حاصل او السايكل اللي احنا اتكلمنا عليها فعمل تكيس المبيض. تمام. فنيجي طبعا لطرق العلاج زي ما حضرتك سالتي. العلاج برضو يعني بنقول على حسب الاعراض، لان قلنا احنا حتى في تشخيص تكيس المبايض مش لازم كل الاعراض تبقى موجوده، يعني اعراضين من الاعراض اللي احنا قلناها دي كافيه ان انا اشخص الست تكيس المبايض، ومش لازم ان انا اشوف شكل تكيس المبايض بالسونار عشان اقول ان هي تكيس مبايض. لازم كمان ان انا الجا للفحص الهرموني، لازم اعمل فحص هرمونات للسيده، يعني لما باخد منها التاريخ المرضي والاقي الاعراض والاقي بجهاز السونار مثلا شكله تكيس مبايض، لازم بعمل تحاليل الهرمونات دي بعملها في اليوم، طبعا باكد ان انا بعملها في اليوم الثاني او الثالث من الدوره الشهريه، لان التحاليل دي بتبقى كتير مكلفه وكتير سيدات بتروح تعمل التحاليل من نفسها وبتكونش عارفه ايه اليوم الصح اللي المفروض تعمله فيه. لازم تعمله في النصف الاولاني من الدوره الشهريه، بتبقى مستحب في اليوم الثاني او الثالث استشاره الطبيب في طبعا. بدايه الشك باي اعراض. طبعا الصراحه دكتوره هبه ما شاء الله عليك نورتينا وكتير انبسطنا بالحديث معك واستفدنا كتير من شكرا. شكرا. شكرا 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 لوجودك معنا. دعاء امجد نطلع بلاي اكيد مش لا.